السلام عليكم يا طلبة، كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. اليوم إن شاء الله هناخد شابتر 11 أو شابتر ما قبل الأخير، إن شاء الله هناخد 12 شابتر في الكورس هذا. شابتر 11 ندير ملخص على الـ Advanced Features للـ Ray Tracing دون عليه أو Rendering. بصفة عامة Ray Tracing هو تعتبر أفضل طريقة لعمل Render اللي هي صورة هي صورة ثلاثية الأبعاد. في الشابتر 11 هندو شوية على Advanced Features of Ray Tracing، وبعدين نمر على Transparency والRefraction الشفافية والانكسار الضوء، وبعدين نمر على Anti-Aliasing Technique Anti-Aliasing Example دوينا عليها مقابل واحد من الشباتر. بس ضروري من أي Ray Tracing Software في عامة ضروري يحتوي على Anti-Aliasing Feature أو خاصية Anti-Aliasing. بعدين ندو على السوفت شادوز، أظن مش شرط يقعد شارب، في منطقة لو يقعد إضاءة معينة في منطقة في الضوء تقعد رمادية يعني تنشف عليها شوية. بعدين ناخد depth of field كيف تدير دي ظاهرة الامج، تقعد الفوكس على امج معينة مثلا صورة شخص معين في النص منتصف الصورة والباقي اللي وراي كان شنو بلور او نوت فوكس. وبعدين نمر شوية على الجلوسي ريفليكشن دوينا عليها في المحاضرات اللي فاتت في الشيدر عن نفس الماتيريال فونك، هي نفس الفكرة. وبعدين ندو شوية على الموشن بلور، دو موشن بلور خليتوه في الشابتر بتاع الفلتر. ندو شوية على الموشن بلور في الري تريسينج. بسم الله نبدو. بصفة عامة الري تريسنج هو عبارة عن ريندرينج تكنيك. تعريف ريندر بصفة عامة هو عملية أو producing an image from description of 3D scene، يعني عندك مشهد معين في سواء كان في البلندر أو المايا أو 3D Max، عندك ملف معين لما ديله ريندر يحتوي على مثلا 3D models و خصائص معينة دي لرندر، فبرنامج رندر يحول لك المشهد أو السين في البرنامج بتاعك إلى صورة ثلاثية، صورة 2D توحي بمشهد ثلاثي الأبعاد عالي المواصفات أو الدقة. طبعا الرندرينج هو جنرال توبك يعني أو فيري برود تاسك، يعني حاجة عامة بسام، لأنه ففي أكثر من طرق إنك تدير الاتشيفمنت للريندرينج، من ضمنها هي الري تريسنج. الري تريسنج تعتبر فيزيكال بيز تكنيكس تو اتمت سيموليت رياليتي، يعني الهدف من الري تريسنج او الفيزيكال بيز تكنيك انك توصل الى درجة ما من الواقعية، بحيث تعتبر الصور الثلاثية الابعاد او الريندر لما تقارنها بصورة واقعية ما تجيش هناك الفرق الكبير. ف الالتيميت جول او الهدف النهائي انك تنتج صور 2D مثل نشا ثلاثي الابعاد عالية الدقة ومواصفات للتقنية الواقعية. وهذا من مثلا حتى الجيمز اللي طلعت توا بيوصل لدرجة من الواقعية، بحيث مثلا عندك جيم بتاع سيارات الموديل 3D موديل كارز توصل الى ابعد درجة من الواقعية. وعندنا أمثلة مثلا فورزا هورايزن هذه على الاكس بوكس فيها صور، هندوي عليها فقط شابتر على الجيم. وعندك الجراند توريزمو على البلاي ستيشن مثلا فور، فهذين الجيمز طقن درجة كبيرة من الواقعية خاصة بتصميم السيارات وحركة السيارات. هذا بصفة عامة مقدمة. تو ناخذ التاريخ أو البداية للري تريسنج. مثلاً عندنا مثلاً ندوة على Transparency والRefraction. عندنا الصورة هذه تشوفوا فيها، هذه أول صورة للRay Tracing Software المعروف بـ Wetted Style. على Wetted أو Wetted هذا المعالم Turner Wetted في 1980 دار بيبر اسمه Unimproved
illumination model أو shaded display. دار فيها تكنيك تحسب الانعكاس وال refraction. refraction طبعا شنو هو عبارة عن شنو؟ انكسار الضوء. فعندنا مثلا هذه الزجاجة أو الكرة العدسة الزجاجية، لما الضوء يمشي خلالها ينكسر الضوء بزاوية معينة على حسب معامل الانكسار الخاص به. موضوع فيزيائي أكثر من أنه هو جرافيكس. فميزة الإيمج هذه فيها سيموليشن إلى بعض خواص الضوء وهو انكسار الضوء. فندو شوية على المقدمة أنا. We can finally introduce one of the most classical examples of light transport algorithm. Light transport algorithm من معادلات فيزيائية تحاكي انتقال الضوء في المواد أو في الميديا بصفة عامة. رغم أن هذه التقنية تقام مستندة على ray tracing اللي دون عليه من قبل، تم تطويرها من تورنر ويتد في الثمانين عن طريق البيبر هذه. فأصبح معروف الray tracing software اللي يحاكي انكسار الضوء يسموه فيه ويتد ستايل. ويتد ستايل ray tracing software. لما يقول لك ويتد ستايل ما تعرف انها مستندة على شنو؟ انكسار الضوء الفيزيائي، انكسار الضوء والمواد الشفافة. هذا نكمل على الترانسبيرنسي والريفراكشن. لو نجي مثلا في عندنا مثال مثلا حتى بالنسبة للترانسبيرنسي والريفراكشن، في حتى الريفلكشن ماتيريال أو المواد اللي فيها نسبة انعكاس أو الميرور ريفلكشن، ندعو عليها شوية لأن نفس الخوارزمية أو نفس الألجوريثم. لو عندنا Object A كأنه يعتبر ميرور، وعندنا Object B قاعد فوق الـ Object A، فتقدر أنت شنو تشوف Reflection of B into A، يعني تقدر تشوف شنو انعكاس B على A. بالنسبة لـ A لو كانت مكانش سطح معين، كان مثلا نقول كرة أو سطح مش مستقيم أو مش بلين، فمفيش في الحل يجي مش سهل انك تحسب انعكاس البي على الاي، فتصبح اصعب انك بي تقدر تحسبها انعكاس عن طريق اي. بصفة عامة هذه لو درتوا مثلا انتم مجسم كرة منعكسة في المادة الماتيريال، فانك صعب انك تجيب المعادلات الرياضية او بصفة عامة انعكاسها على الاي. بالنسبة في ظاهرة معروفة أو يسمى فيها الـ Infinity Room أو الـ Endless Mirror. Endless Mirror هي عبارة عن مثلا سطحين هن اثنين شنو منعكسات، تحط فيهن أوجه في النص. مثلا عندنا الصورة هذه من واحد من فيلم بيكم تبحث عليه تشوفون اسمه في المضاك، كي تاسك خفيفة كي قد حاجة تنشطه بروحكم تبروه هومورك. عندنا فيلم معين الأكتر أو الاكتر هذا قاعد شنو وسط ما انفينيتي روم او اندلس ميرور، فتشوف الانعكاس يمشي 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 لعند ما النهاية. هذا يعتبر شنو وحدة من الاندلس روم، الانفينيتي روم او الاندلس ميرور. هل بيمكن بس تقول اسم الفيلم هذا؟ اسم فيلم معروف هو وحتعرفه انتو. بس نبيك نشوف الطالب اللي يتبع معايا ولا في محاضرات، ابعثوا لي اسم في المضى على الايميل. تو ندو مثلا على التوتال انترنال ريفليكشن. التوتال انترنال ريفليكشن هذا مفهوم مهم جدا ضروري نعرفه سواء في الفيزياء او في الجرافيك. الترجمة الحرفية لا هو شنو الانعكاس الداخلي الكلي بصفة عامة، بس هو معروف بصفة عامة توتال انترنال ريفليكشن. يوضح لك قال لك عندنا نمط ضي ينتقل من المادة higher index of refraction. index of refraction هو شنو انكسار الضوء، معدل انكسار الضوء. ان عندك لو انا السطح ماء معدل انكسار فيه عالي اعلى من شنو سطح هواء، يعني مثلا هذا ان واحد ان اثنين هي تعتبره معامل انكسار للماء او المية بصفة. والان واحد هو معامل انكسار الهواء، الهواء موجود في الجو.
فاللايت لما يدي له انعكاس بصفة عامة، الضي حينعكس جزء منه، حينعكس وجزء منه شنو هاي ينكسر، هاي يصير له لما يقولوا ينعكس معناتها ريفليكشن، هذا الرياضة والضوء. ولما يقول ريفراكتد معناتها شنو، لما يقولوا هاي ريفلاكتد معناتها شنو، ينكسر بزاوية معينة. فهذا مثال. هو موضوع الريفلكشن والريفراكشن موضوع كبير في جانب الفيزياء، فأنا حبيت بس ناخذ التوتال انتنال ريفلكشن وكيف يشتغل. فعندي الزاوية، عندي الزاوية ثيتا 2، لو كانت الزاوية هذه الداشة هي زاوية ثابتة في جميع المواد، لو زاوية الانكسار الزاوية هذه زاوية الانكسار أصغر من الزاوية أو المسمات critical angle الزاوية الحرجة، فإن الضوء جزء منها حينعكس وجزء منها حينكسر. نمشي مع المشهد بي، لو كانت زاوية الانكسار هي الزاوية هذه كلها من النورمال، النورمال هو العمود إلى الضوء الساقط مثلا، أكبر من زاوية الانعكاس، فلا يوجد شنو الجانب الانكسار معاش فيه، فكل الضوء الساقط حينعكس، وحنور عليه أمثلة حية إن شاء الله. بالنسبة للحالة الثالثة، لو كانت الزاوية الخارجية أو الزاوية هذه الخارجية تساوي باي ثيتا 1 تساوي باي، فإن شنو الضوء كله هيفقد الطاقة بتاعه ويقدر يميل إلى الظلام أو السواد يعني. هذه حتي عليها أمثلة وفي مثال توري كم سلايد بعد هذا. تو عندنا شنو مثالين مشهورات توتال انترنال ريفلكشن، هذا هو توتال انترنال ريفلكشن. مثلا التيرتل هذه أو السلحفاة، لاحظت أنا فوكشن في زي المراية، يعني الضوء الساقط ينعكس كله ووريك القاع المحيط بصفة عامة، فما فيش جزء منه شنو من فيش منه جو منكسر أو يخترق سطح البحر أو الماء بصفة عامة. بالنسبة للمشهد الثاني للعالمين، هذا يوضح لك لو كانت الزاوية اللي دون عليها، لو كانت الزاوية هذه ثيتا 1 تساوي مثلا أكبر منه وتساوي مثلا 90، فهذه يسموه الظاهرة هذه يسموها سنيلز ويندو. سنيلز هذا عالم فيزيائي مستنتج قوانين الانكسار والانعكاس، فمسمين عليه الظاهرة هذه سنيلز ويندو، يعني في النص تشوف السماء أو السكاي الضوء كله منكسر أو يخترق سطح البحر او المحيط، وفي الجوانب او في البوردر زينا تلقى نسبة الانكسار قريب تقدر صفر، وبين طاقة الضوء او طاقة مجال الرؤية قاعد شنو يميل الى السواد او ماش قاعد المادة ماش قاعد كان شفافة بصفة عامة. في ظواهر واجدات للانعكاس وانكسار الضوء والتوتال انترنال ريفلكشن او انكسار كل الداخلي للمواد الشفافة بصفة عامة، هذه من اشهر الامثلة. نمر شوية على الانتي اليسينج، ضروري من اي برنامج سوفت وير ريندرينج سوفت وير بصفة عامة يقعد في فيتشرز انتي اليسينج دون عليها تعالج مشاكل واجدة من ضمنها التكسير في الصورة. فلو استدعينا مثلا الانتي اليسينج ده عبارة عن شنو، هي الـ average of color of area of pixel that rather than the color at the center point. قلنا بصفة عامة نحن الـ aliasing هو تجيب شنو متوسط الـ average أو الألوان على الـ sharp edges أو الـ المناطق الحادة اللي حوالين الـ object بصفة عامة. عندنا هنا مثال، عندنا هنا one sample lower left lower left half، الجزء هذا عبارة عن شنو استعملوا شنو one sample
يعني ما فيش aliasing. والجزء اللي فوق هذا استعمل شنو 9 samples per pixel. فلو تلاحظوا الفرق هذا في ظاهر الانتي aliasing الافريج بتاع الصورة تحسها بين الجرين والبلاك في الادجز باش يعطيك صورة سموث نوعا ما. اما الاكزامبل اللي لوضع ما فيش منطقة جري اريا في النص بين الجرين والبلاك تلقوا الشارب ادجز. فهذه دوينا عليها تجد مزعجة مرات في حالة لما تجد الريزوليوشن لو او واطية شوية. طيب ندعو على مفهوم جديد هو السوفت شادوز. بالنسبة لأي ري تريسنج سوفتوير لما يجد بيطق مرحلة معينة انا ضروري حاكي السوفت شادوز. بصفة عامة نشرح لكم كده مرة انك صعب انك انت تدير لايت سورس وما فيش سوفت شادوز. بما ان تنشرح لكم انا اللايت بصفة عامة ما يجيش عبارة عن نقطة او دايركشنال لايت. لو قدوين عليه مثلا بوينت لايت انك اللايت هنا يجد فوق عبارة عن شنو نقطة معينة. لو يجد نقطة فتجد الضوء الساقط لوطة يجد عبارة عن هارد شادوز او منطقة بين المنطقة المظلمة والمنطقة المضيئة تلقى ما فيش فرق تلقى زي ستريت لاين يعني خط مستقيم او حاد ما فيش فرق في الفرق تلقى فيه الفرق بين الالوان او بين الاضاءة والداركنس تلقى فيه فرق كبير. هذا لان لو دوينا على البوينت او الدايركشن لايت فحتلقوا شنو بين الفيزيبل او الانفيزيبل تلقى فيه شنو فرق كبير. ان ريل لايف بصفة عامة الحياة صعب انك تجد نون زيرو اريا لايت that can be partially visible. فلو طبقنا الحياة العملية صعب انك تجد شنو مصدر ضوء صغير جدا الى حد النقطة مثلا فضروري حتلقى شنو partially visible الناتج عن مصدر ضوء عند سايز معين. حتى اللامبة او البوينت لايت تلقى لها حجم معين او اريا معين ففي علاقة لو كده اصغر الحجم اللايت او الاريا حيبان شنو الشادوز يقدر هارد شادوز بصفة عامة. حنكمل في السلايد اللي بعدها. تعريف السوفت شادوز هي عبارة عن شنو عند gradually transition from unshadow to shadowed region يعني حتلقى فيها زي التدرج بين ال unshadowed والshadowed region. unshadowed هي المنطقة المضيئة والshadowed region هي المنطقة اللي فيها معظم الظل. فعندنا مصطلح transition zone او المنطقة اللي بين المنطقة المضيئة والمنطقة الظل تسمى بينامبرا. بينامبرا هذه هي اللي مزولها بي في الفيجر هذا. وعندنا الامبرا. الامبرا هو المنطقة اللي عندها ظل كامل فهمتوني. والبي هي المنطقة بين المنطقة المضيئة والمنطقة الامبرا او الامبرا اللي فيها ظل تام. تو مثلا عندنا اللايت هذا اللايت سورس. اللايت سورس من اول نقطة مثلا على اليمين الى اليسار حيشنو حيغطي مثلا شنو منطقتين. منطقة اللي فيها تدرج الإضاءة هي البي او البينامبرا. والامبرا هي المنطقة اللي ما يوصلهاش اي ضي من اللايت سورس طبعا. فهذه الفكرة او الفرق بين البي بينامبرا او الامبرا بصفة عامة. فالشكل هذا يوضح مثلا شدة الإضاءة مثلا شدة الإضاءة في المنطقة تلقى عالية بنفس الفيجر هذا والبي هينزل فيها الإضاءة بصفة عامة إلى تقدر شنو نقطة تقدر زي الظل شبه الإضاءة منعدمة بصفة عامة. هذا مثال يوضح شنو الهارد شادوز. هذا مثال واخدنا من بيكسار اندرمان برنامج ذات شكل بيكسار خاصة بالرسومات وهي ديزني. فالمهم عندهم برنامج سوفتوير اسمه رندرمان هذا يوضح شنو يوضح الهارد شادوز والسوفت شادوز. طبعا الهارد شادوز والسوفت شادوز لان علاقة شنو بالاريا متاع او حجم
اللايت سورس. لو كانت الحجم الاريا بتاع اللايت سورس كبير هتلقى شنو السوفت شادوز اكبر، لو كان اصغر صغير هيجد فيه الهارد شادوز بنفس الشكل هذا. هذا باختصار الفرق بين الهارد شادوز والسوفت شادوز. فالملاحظة ضروري تعرفوها، ما تجيكم من السؤال في الامتحان يقول لك الهارد شادوز كلما زاد الاريا بتاع اللايت يزيد الهارد شادوز، طبعا دي خطأ، يجد شنو سوفت شادوز. تو ندعو على مفهوم اخر اسمه depth of field، او depth of field او مجال الرؤية او بصفة عامة العمق بتاع الفيل مجال الرؤية، او انتم تلاحظوه انتم في النقلات الجديدة لما تصور صورة شخصية تقدر تدير بلور على الخلفية ويبان الفوكس اريا هو اللي قاعد صورة فيه واضحة. فندو شوية على depth of field. The soft focus effect as seen in most photos can be simulated by collecting light at non-zero side lens. لو عندك انت عدسة معينة كل ما زاد الكبر بتاع العدسة هيزيد شنو خاصية ال depth of field. طبعا ما زال هذه الفكرة في الصورات بصفة عامة سواء نيكون او الكانون او حتى سوني الفا، كل ما تزيد فتحة السنسر او العدسة هيزيد شنو ال blurred area الخلفية والفوكس يصير شنو في ال object اللي في النص. فاهمة؟ عندنا هذا مثال في ظاهرة أخرى خطرة اسمها الكاستك، مش هندو عليها غير نعطيكم معلومة كي الكاستك هو عبارة عن شنو الضوء الضوء الساطع هذا اللي على الأرضية. تقدر أنتوا تجربوها مثلا في الحياة الطبيعية، لو عندك مثلا عصير مثلا معين أو في طاسة قزاز هتلقى شنو الضوء مكثف في تركيبة معينة ناتج عن شنو عن معامل انكسار والخاصية بالنسبة للزجاج بصفة عامة. فهذا يقول لك كاستك بصفة عامة. طبعا اللون هذا نفس لون الشراب أحمر، فهمت؟ فرق هذه مفهوم آخر اسمه الكالر فلتر بصفة عامة للمواد الشفافة. هذا باختصار الفوكسينج أو الدبث أوف فيلد. الدبث أوف فيلد لاحظوا الخلفية صورة المونيز هذه زي البلورد أو واشت أوت، لأن الفوكس على شنو في النص على الكباية والشيشة. ندعو على مفهوم آخر اسمه glossy reflection. طبعا glossy reflection دوين عليها بصورة غير مباشرة في الفونج ماتيريال. فعندي أنا ideal mirror and diffuse software، عندي هذه تلمع نسبة اللمعان بتاعها عالية جدا، وعندي شنو نسبة اللمعان أنا diffuse surface. الفرق بيناتنا هنا المعدل اللمعان بتاعها عالي جدا، يوريك حتى شنو يوريك حتى الاريا لايت الموضحات. تلقى عندنا 1 2 3 3 اريا لايت، وعندنا البلين حتى هو ما دير الانعكاس تقدر تلاحظوه. بالنسبة لنا الديفيوز او الجلوس ريفليكشن هو عبارة عن شنو واش اوت او بلوت، يعني some surfaces are such as brushed metal أو المعدن واحد من جزء من المعادن هتلقوه شنو في بلور المعدن بصفة عامة، يعني كده المعدن الممشوط بالعربي يسموه. فتلقاه بصفة عامة بين الـ ideal mirror والـ diffuse surface. فهذه فكرة الـ glossy reflection. فهنا some discernible image أو الصور الملحوظة are visible in reflection but it is blurred. إن أنا visible مو واضحة، أما أنا visible بس شنو blurred، أنا glossy reflection بتاعها كمية تعتمد على glossy reflection factor أو معامل glossy reflection. فهذا بس ممكن تفهموها وتفهموا فكرة glossy reflection. بالنسبة للكرة الأرضية ما أنت الأتموسفير ما درناش الكرة الأرضية ما درناش لماعة لأن ما تعكسش الضي بصفة كبيرة، فدرناها شنو الـ glossy reflection. هذا بالنسبة للمشروع بتاع الأتموسفير والكرة الأرضية. فيطلب راهو الامتحان النهائي قرب فيريد تسلم الواجبات والمشاريع راه، لأن المشروعين بروحهم عليهم 20 درجة، 10 اللوجو بتاع الكب أو المج
وعشرة للأتموسفير. توا ناخدو آخر فيتشر أو الحاجة المعروفة بالموشن بلور. الموشن بلور دوينا عليها كفلتر نحنا في المحاضرات اللي فاتت، فتوا بندو عليها شنو من ناحية 3D graphics. We can add blurred appearance to object، يعني نوضحو نقدر نضيفو image blur أو للصور ثلاثية الأبعاد كما هو موضح في الصورة هذه. This is called motion blur. ال appearance بتاع الصورة بلور دكي تقدر تسموها فيها motion blur، والصورة هذه ناتجة من شنو؟ formed over non zero span of time. لو عندك زمن معين بين انتقال object A مثلا الحافلة هذه إلى object إلى position B بسرعة معينة، والكاميرا هي طبعا لها علاقة بالكاميرا، لو سرعة المغلاق بتاع الكاميرا كانت بطيئة هتبان لك شنو الشاطر بتاع الكاميرا، لو كانت السرعة بتاعها بطيئة أو معدل على السرعة بطيئة هيبان لك البلور، لو كان سريع سرعة الشاطر هتجد في الإيمج ثابتة ومش هتبان فيها الانتقال بسرعة ما. فهذه بالنسبة شنو للموشن بلور. فركزوا على التعريف هذا، motion blur ناتج من ال image تجد شنو format أو تشكل عبر عبارة عن non zero span of time، لو كان zero أو الزمن قريب من الزيرو أو الزمن صغير من الزمن إغلاق بتاع الكاميرا بصفة عامة هيجد شنو الصورة ثابتة وما فيش فيها motion blur. بالنسبة للرندر تكنيكس advanced فيها معامل ياخد معامل اخرى ومعامل التايب، لو دير ناتجة من انيميشن، لو دير عندك انيميشن معين تعدل في الزمن انتقال مثلا كرة من A الى بوزيشن A الى B في لحظة الانتقال هذه، لو الرندر هياخد شنو في حسبة معينة ياخد بيها الرندر التايم كانبوت ويحسب بيها شنو الموشن بلور الخاصة بالصورة بصفة عامة. طيب كملنا ان شاء الله الشابتر الخاص بالادفانس ري تريسنج. في ري تريسرز مشهورات كوميرشالي اغلبيه، وفي من الاوبن سورس تفيدكم لو حبيتوا تقدموا في الماده، تقدر وتقدر تطوروا حتى انتوا عندكم شغل على مثلا مشروع تخرج على ري تريسنج ريندرز او تكنيكس، تقدر تستعملوا اكواد جاهزه او تحاولوا تطوروا وحدات من سكراتش. السهل هو في الاخير في جزء منه نظري وجزء منه عملي، فكل ما تبي تزيد فيتشرز او خصائص طبيعية على الكود هيجد اصعب، وضروري تجد المنجم تجد اصعب للسوفت وير بصفة عامة. فهذه بعض الامثلة المشهورة للري تريسنج ريندرز. عندنا الارنولد، ارنولد هذا طلع جديد تو من 2016، شركة اسمها Solid Angles هي اللي مصممتها، تو شروا جماعة الأوتو ديسك، جماعة الأوتو ديسك هي شركة أوتو ديسك شركة كبيرة للسوفت وير من ضمن البرامج الأوتوكاد والمايا وثري دي ماكس. فالأرنولد هذا قاعد تو شروا تبعت الأوتو ديسك في برنامج بس بفلوس، هذا جاي فري مع الباكج خاص بالستودنت لايسن للمايا. الفيري حتوه برنامج قديم هو للأدفانس ريندرينج، حتوه يشتغل على أكثر من برنامج مثل مايا و 3 دي ماكس وحتى جوجل سكتش أب متاع أو سكتش أب الخاص بالمباني. الانفيديا منتل ري، المنتل ري كان برنامج يتبع للأوتو ديسك، بعدين توه شراته الانفيديا حتوه برنامج مش فري. بالنسبة للوكس ريندر هو اوبن سورس فري وفيزيكال بيز، يعني فاللوكس ريندر تو غيروا اسمه تو سموه لوكس كور ريندر، بس لوجو نفس لوجو، هذا برنامج فري تقدر تنزله ويركب حتى على البلندر تقدر تنزله، وفي في بحوث عليه وفي في حتى منتديات كيف انتم بتحبوا تطوروا من ارواحكم. وعندنا ريندر مان هذا برنامج معروف من شركة بيكسار، وبيكسار رسومات تاع بيكسار أغلبية مديرين ريندر عن طريق برنامج ريندر مان. وعندنا هذا الأخير أوكتين ريندر، برنامج يشتغل أكثر من بلاتفورم
من ضمن السينما 4D وهكذا. فتوكل إن شاء الله كمان الشابتر ما قبل الأخير، الشابتر الأخير إن شاء الله هندوي شوية على استعمالات الري تريسنج والجيمز والتقنيات الموجودة في الجيمز، وإن شاء الله حيجد الشابتر انترستنج شوية لأنه يعتمد على جانب العمل أكثر من النظري يعني. فإن شاء الله يطلب التوفيق ويلتزم الواجبات لأن الوقت قرب، وإن شاء الله نشوفكم على خير. مع السلامة عليكم.